بمناسبة مرور 6 سنوات على الثورة السورية، خرجت في العاصمة الألمانية برلين تظاهرة نظمها مجموعة من النشطاء السوريين اللاجئين والمقيمين في ألمانيا، ودعما لسوري الداخل الذين تلبست مأساتهم كل صنوف الموت والتهجير والحصار والجوع من نظام رغم ما توثقه المنظمات الحقوقية لمجازره المتكررة سواء بالقصف أو الموت تحت التعذيب في المسلخ البشري حسب توصيف منظمة العفو الدولية، إلا أنه يزداد بمساعدة حلفائه رعونة وإجراما مقابل تخاذل القوى الدولية. 6 سنوات والعالم كله يعرف بالصوت والصورة، يعرف اسم القاتل ويعرف اسم المقتول، لكن هذا العالم ما زال يتفرج على مأساتنا حتى اللحظة. نحن هنا اليوم في الذكرى السادسة في بداية العام السابع للثورة السورية لنؤكد على أهدافها، لنؤكد على أننا مستمرين حتى إسقاط النظام وحتى إسقاط كافة أشكال التطرف وكافة أشكال العنف في سوريا. جاب المتظاهرون عدة شوارع رئيسة في برلين في محاولة منهم لكسر جليد الصمت العالمي بهتافات لا تملك من أمرها سوى صوتها العالي وصور تجسد يوميات الموت السوري بأفظع أشكاله، آملين أن تستوقف عين وضمير الجائلين في شوارع العاصمة الألمانية. عام سابع على المأساة السورية يبدأ، والملف السياسي ما بين جنيف والأستانة نفق طويل ومظلم وتهجير جديد يطال حي الوعر حاليا. لقناة الإخبارية رملة أبو إسماعيل، برلين.